والقريضة إن شاء الله. يعني ما خلصنا من كداس بتطلع لنا أمه؟ إيه والله العظيم الحكي اللي قالت لي فوزية ما عم يقطع براسي منوب. يخرب بيت قلبها. يا رب تسترنا يا رب. الله لا يوفقك يا كداس، رح تخرب لي بيتي. هلا مطيعة عرفت كل شيء، وبكلمة منها بتخرب لي بيتي وبتهدو فوق راسي. أنا لازم أخلص منها نهائي. أنا لازم أخلص منك يا مطيعة مثل ما خلصت من كاملة. لك شو عم تحكي أنت لك فوزية؟ مثل ما عم لك مطيعة سمعت كل الحكي اللي صار بيني وبينك. كل شيء كل شيء؟ إيه، وسمعت كمان إنك بدك تحرمني من الولد. ولا شو لازم نساوي؟ بتعرفي إذا عرف أبو عامر شو بصير فيكي لك فوزية؟ وبصير فيك كمان كداس، ولا نسيان إنه رجلينا بالفلقة سوا، وراح يقتلك قبل ما يقتلني. مشان هيك لازم نلاقي طريقة نخلص فيها من ضرتي مطيعة. لك اتصرفي، شو مستنية؟ شو ناطرة؟ فكرت وخلصت، بس بدي إياك تساعدني. أنا بدي ساعدك؟ لك إيه أنت؟ بشو بدي ساعدك؟ قولي لي وأنا جاهز. اسمع لقلك كداس، فهمت علي شو قلت لك؟ إيه فهمت عليكي، أنا بدي قصة كلياتها. بس لازم تعمل اللي قلت لك إياه بسرعة، لأنه مطيعة إذا فتحت دمها وحكت كلمة بتطربق الدنيا فوق راسنا. لا تعكي هم فوزية، لا تعكي هم، يا اليوم يا بكرة من كل بد أنا بدي القصة كلياتها. مين على الباب فوزية؟ حدا كداس شهد خانم. وشو بده؟ قال بده يطلع الحطبات على الأسطوح مونة الشتاء. ايه خليه يطلعون على الأسطوح، وانتي لغرفتك لشوف، وانتي كمان حاضر. على غرفتك. حاضر شهد خانم. كداس. نعم شهيرة خانم. فوت. يلا يلا. يا ساتر. طلعنا على الأسطوح. حاضر. بسرعة كداس. ايه وقال شو؟ بدها تخطب له من بيت ام عدلي. فمشان هيك يا ابن عمي الله يوفقك ويخليك، بلكي بتستاجر بجوازته لكداس، بلكي بنخلص منه وبيحل عن دارنا. مثل ما بدك مثل ما بدك. هلا بس من لما ام كداس تروح على بيت ابو عدي وتخطب له المستوره، انا راح اتكفل بجوازته من اولا لاخره. ولا يهمك. الله يخلي لي اياك ويوفقك يا رب. بس بس شو؟ كنت عم اقول لحالي بلكي بتخليني اعطيها لعمتي كم ليره، يعني خليها تفوت على بيت ابو عدلي وهي مليانه وشايفه حالها. ما في مشكله ما في مشكله، شوفي شو لازمها وخذي من الصندوق واعطيها. الله يخلي لي اياك، وان شاء الله ما بتنضم يا ابن عمي لا دنيا ولا اخره. هيك ها؟ يا سلام عليك يا فوزيه، حكي لي حالك من الاول. هدول الذهبتين اخذت اذن جوزي مشان اعطيك اياهم. شلون؟ شو قلتي له؟ قلت له انه امك بدها تجوزك. شو على كيفها لامي؟ انا ما رح اتجوز غيرك يا فوزيه. لك وطي صوتك، شبك انت ناوي تفضحنا؟ قالت لك مين بدها تخطب لي؟ من بيت ابو عدلي. حلو، كملت معك يا كداس تخطب لي من عند هذا عدلي الواطي؟ حاشتاق لك خيرات الله يا ام عامر. خير فوزية؟ شو؟ ما خلصت الطبخة؟ لسات عم تترقد على النار. اتحركي روحي شوفيها، شو واقفة عم تعملي؟ الله لا يوفقها على هالوقفة اللي وقفتها. إن شاء الله ما تكون سمعت شي من كداس. لك لعمة لعمة بقلبة كيف لقيتها واقفة بوشي. إن شاء الله ما تكون سمعت شي. أهلاً
شرفي. يعني إذا ما ناديت لك ما بتجي بدورك لك مطيعة؟ معلش تبرني، ما بدي كون تقيلة عليك. شلون يعني تقيلة؟ ما أنت مرتي مثل ما هي مرتي. ولو هيك ابن عمي، أنا مسامحتها بدوري لفوزية. لا، بس أنا ماني مسامحك، ولا سمحت لك تسامحيها بدورك، بتجي لهون مثلك مثلها وبدورك. أمرك أمرك تبرني. بس أنا بحياتي ما رح أكون مثل منها عندك، بدي ضل أقل منها. ليش بقى؟ شنو هي اللي جابت لك الولد وأنا ما قدرت مثل منها جيب لك من عينك ومهجة قلبك وأساعدك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليكي مطيعة، أنا مؤمن بأنه رب العالمين هو اللي بيبعث الطلاق. بس أنت خليتها تأمر علينا يا أبو عامر، وكأنه نحن خدامات عند منها. مايك حق، سامحيني مطيعة. لا أيوه، مين أنا لسامحك يا نور عيني؟ أنت سامحني لأني طولت لساني عليك وعاتبتك على قصة ما بتحبها. لا لا لا، الله يرضى عليك، لا تحكي هيك حكي. مطيعة إلك حق، عندي مثلك مثلها. مثل كاملة؟ مثل كاملة. ربي إلهي رجع على بيته ويفك أسره. آمين يا ما رح اسمح لحدا ياخدك مني، لا مطيعة ولا كاملة ولا حدا. أنا ما قتلت زهرية إلا لأنه كانت رح تسرقك مني. والله بحبك، والله بحبك يا تاج راسي. وشو ما قلت عني اني غلطانة او قاتلة، انا رح ضلني هيك، ولو بدي موت مشانك رح ضلني هيك. يلي غدرت احبابك يا شام.